ابي يوسف جاب كل ينزل اللي جه عايز على الاول يمثله كل سنه وانت طيبين. احنا فرحانين قوي بكراسي وسي الجديده اللي اتفتحت وربنا يخلينا السيسي ونفسي السيسي يشوف جمهور مصر عامل ازاي النهارده ويا ريت كان يبقى في وسطينا كان هيفرح اكتر وصراحه نتمنى يعمل لنا مصر الجديده بقى اللي هو بيقول عليها. تعاون مشترك ما بين المحافظه وحي جنوب الجيزه والهيئه العامه لاصول الثقافه وهيئه النظافه والتجميل بالجيزه. كلنا فرحانين، مين في مصر مش فرحان؟ انا عشان افتح قناه السويس الجديده اللي هتعود علينا وعلى الشعب المصري كله بالخير. والسياحه هترجع والاقتصاد اللي في البلد اللي هيدخل، وانا جاي من الصعيد مخصوص لاحتفال بميدان التحرير والفرح اللي موجوده فيها البلد النهارده. انا جاي من المنيا محافظه مركز مغاجة. انا تو جاي من الرياض الحين امس، عايز اوصل رساله جميع الجاليات المصريه هناك كلها في احتفال تام مع الاخوه السعوديين يدا بيد، كلهم قمه الفرحه، اهل الرياض قبل اهل القاهره. لانها هتبر علينا بالخير. وبعدين ربنا يخلينا رئيسنا السيسي حمانا. ألف مبروك، شكرا للرئيس. صح يا مصر، صح يا مصر. حضرتك نازله من نفسك ولا حد قال لك انزلي؟ لا نازله من نفسي. جاي عشان سعيده وفرحانه ان انا اول مره المس الفرحه دي وابعت رساله للسيسي شكرا ان هو عيشنا الفرحه دي من تاني، الجيل بتاعنا ما عاش اي فرحه. كلها حلوة وكلها جميلة، ربنا يخليك لنا يا رب، ربنا يخلي لنا السيسي يا رب. أنا موجودة النهاردة في التحرير عشان رئيسنا الكبير ربنا يخليه لنا وينصره كمان وكمان، وخدنا التموين ببلاش والعيشة بقت كويسة وربنا يخليه لينا. بس نفسي أقول له كلمة واحدة بس، نفسي ابني كان يبقى معايا النهاردة. هو فين ابنك؟ في السجن. أنضف رئيس جنة. أنا بحيي السيسي والجيش وكل شعب مصر. بس يا رب تكون إقناع. من أصغر بحتفل بنصر مصر. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.